السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مثل ما وعدتكم في الفيديو اللي فات، تركنا فترة أسبوع كامل لترك التعليقات في الفيديو اللي فات على السحب على كريات الترقيد الهوائي هذه. ففي هذا الفيديو راح أعلن أسامي الفائزين، فراح أعلن عن أسامي 5 فائزين وراح تطلع أساميهم عندكم في هذه الجهة من الشاشة. راح تشوفون الأسامي عندكم هني في الشاشة، فاللي يشوف حسابه ممكن يتواصل معاي مباشرة على إما على حساب الإنستغرام في المباشر أو على البريد الإلكتروني أو في قسم التعليقات. عموما أنا راح أترك لكم تعليق في تعليقكم الأساسي اللي تركتوه في الفيديو، وراح أتواصل معاكم بشكل خاص على أساس أخذ بياناتكم ومعلومات البريد على أساس أرسل لكم هذه كريات الترقيد الهوائي. وأعيد وأكرر شكري لكم كلكم على الدعم والتشجيع والمتابعة والثقة أكثر من أي شيء. يعني لو ما ثقتكم ما وصلت القناة إلى هذه المواصيل، الحمد لله. يعني طبعا دائما بفضل رب العالمين ثم بفضل المشاهدين والمتابعين. فأشكركم مرة ثانية، واللي يشوف اسمه إنه فاز يتواصل معي أو يرد على تعليقي، وراح نتواصل بشكل خاص على أساس البريد. وإن شاء الله من الفيديو الجاي راح نبتدي المشاريع الزراعية شوي شوي مع دخول شهر 10، في إن شاء الله أمور راح تتحرك، فراح يكون في فيديوهات زراعية إن شاء الله. وأشوفكم إن شاء الله في الفيديو الجاي. في أمان.